مع نهاية الربع الأخير من عام 2015 شهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤا حادا على الرغم من الجهود التي بذلت الشركات الأمريكية لتقليص تخمة المخزونات من السلع والبضائع ومواجهة ضغط ارتفاع قوة الدولار وانخفاض الطلب العالمي على الصادرات. وزارة التجارة الأمريكية أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل 17 نقطة مئوية وفق المعدلات السنوية في الوقت الذي وصل فيه تدني أسعار النفط الحد من استثمارات شركات الطاقة، في حين أدى الطقس المعتدل وغير المعتاد في مثل هذا الوقت من السنة إلى تراجع إنفاق المستهلكين على المرافق والملابس الشتوية. مع بداية العام الماضي كان هناك فائضا كبيرا في المخزون لدى الشركات، الأمر الذي أدى لخفض نمو الناتج الإجمالي لأكثر من نصف نقطة، كما أن الاستثمارات تراجعت قليلا. التراجع في معدلات النمو خلال الأشهر الثلاثة الماضية جاء متوافقاً مع توقعات خبراء الاقتصاد بعد تحقيق نمو بنسبة 2% في الربع الثالث و 2.4% خلال عام 2015. الولايات المتحدة كانت من أوائل الدول التي خرجت من الأزمة المالية العالمية، وبالتالي قطعت شوطاً كبيراً للعودة إلى معدلات النمو الطبيعية لها. لكن العوامل التي عاقت نمو الاقتصاد مثل ارتفاع المخزونات واعتدال الطقس هي عوامل مؤقتة، حيث سيعود الاقتصاد للنمو والانتعاش مع نهاية الربع الحالي، لأنه إذا ما تم استثناء المخزونات والتجارة يكون الاقتصاد قد حقق نموا لأكثر من نقطة و16 نقطة المئوية. نعتقد أن الاقتصاد الأمريكي يتمتع بقوة من وجهة نظر المستهلكين مع انتعاش أداء قطاع الإسكان والسيارات التي تبدو حتى اللحظة إيجابية. وبشكل عام بلغت قيمة مخزونات الشركات من السلع والبضائع مع نهاية العام الماضي أكثر من 68 مليار دولار، الأمر الذي يعني المزيد من الضغط على النمو المتوقع مع نهاية الربع الأول من العام الحالي. وعلى الرغم من التباطؤ الحاد في أداء الاقتصاد الأمريكي، إلا أن الآفاق المستقبلية ما زالت أكثر إشراقا على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. حسن أبو زيتون، الإخبارية، نيويورك.